السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة تانية. احنا امام تدريب بدنا نوضح من خلاله كيفية اعداد مذكرة تسوية البنك. طبعا مذكرة تسوية البنك بيتطلب منا بداية يكون عندنا رصيد النقدية حسب السجلات ورصيد النقدية حسب البنك للشركة. طبعا في عندنا مجموعة من التسويات المفروض لما بنعملها على الرصيدين مع بعض بنصل للرصيد المعدل حسب السجلات والرصيد المعدل حسب الكشف، والمفروض الرصيدين يتطابقوا معا. طبعا بداية تعال نشوف كيف ممكن نعد مذكرة تسوية البنك. طبعا زي ما أنا دائما بقترح، دائما ابدوا بكشف البنك لأنه مشكلات كشف البنك أقل، لأنه عادة بتكون أخطاء فيه أقل، وبتكون أغلب العمليات تقريبا انعكست أو ظهرت في أو تضمنت جوات رصيد كشف البنك. يبقى البداية بتكون هنا رصيد كشف البنك. طبعا رصيد كشف البنك أعطاني إياه في التدريب فوق، قال لي كشف البنك أظهر رصيد للشركة 7495.8. الآن تعال نشوف الإضافات. إضافات طبعا بدنا نركز، إحنا بنتكلم على الكشف، احنا بهمنا في الاضافات والمطروحات انه نحط العمليات اللي لم تؤثر في كشف البنك، لانه احنا الان بنتكلم على تسويه كشف البنك اللي هو الرصيد حسب الكشف. تعالوا نشوف العموله اثرت، الورقه اللي حصلت ورقه قبض حصلت اكيد ظهرت في البنك لانه هذه اللي بحصلها البنك. متحصلات اخر الشهر قيمتها 1193.3 بيقول لم يتم تضمينها في الكشف كإيداعات. ليش؟ لأنها أودعت مساء. يبقى هذه العمليات لم تؤثر في أو لم تظهر في كشف البنك لأنها أودعت آخر اليوم، عشان كده هنا هقول يضاف إيداعات آخر اليوم. زي ما قلت هذا آخر يوم تظهر في الكشف التالي مش الكشف هذا، عشان كده حقول يضاف في عندي هنا متحصلات قيمتها 1193.3. الآن هاي إيش؟ تم عمل إضافات. الآن تعال نشوف كمان يضاف كمان حاجة يضاف. تعال نشوف مع بعض إذا في عندي إضافات. إضافات بيقول لي الشيك رقم كذا على إلى أحد الدائنين صرف من البنك، سجل خطأ في الدفاتر. ماذا؟ أخطاء دفاتر ملهاش تأثير في البنك، ملهاش علاقة بالبنك. الشيكات المحررة والغير مصروفة هذه إلها ولكن مش إضافات، خلينا ناخدها من الآن. الشيكات المحررة والغير مصروفة 1480.1، يبقى هذه بس في المطروحات بتيجي لأن هذه مش إضافات. خلينا أقول هنا يطرح هنا الشيكات المحررة، الشيكات المحررة والغير مصروفة، واللي قلنا عنها هذه الـ outstanding checks هي الشيكات المعلقة. وقال لي هذه قيمتها الشيكات المحررة غير مصروفة، هذه خدوا بالكم لم يتقدموا أصحابها لصرفها من البنك، عشان كده حسابنا في البنك بيكون overstated، يعني ظاهر بأكثر من قيمته الحقيقية، لأنه هدول الناس لما يتقدموا البنك ويصرفوا فلازم يطرح أو يخفض الرصيد بقيمتهم. الآن نكمل مع بعض. بيقول لي في 31 يوليو أظهر كشف البنك، مازال أظهر في كشفي بمعناتها أثر، يبقى إحنا ندور على حاجة ما أثرتش. بيقول تضمنت الشيكات المصروفة شيك صادر من شركة كذا إلى شركة كذا بمبلغ 290، خصوصا بالخطأ من حساب الشركة تاعتنا، كأنه هذا الشيك إحنا مش لازم نتحمله، وبناء عليه لأنه هو أثر في كشف البنك طبعا، لأنه خصم من حسابنا بالخطأ في كشف البنك، عشان كده كان لازم نضيفه مرة تانية لأنه يعني رصيدنا الحقيقي ظاهر قبل، يعني أو خلنا نقول ظاهر بعد خصم ال 290 دولار، هذول ظاهر بأقل من قيمته الحقيقية، عشان كده كان لازم نرجع ال 290 عشان يظهر بقيمته الحقيقية. فبقول هنا يضاف شيك صرف بالخطأ، بالخطأ. يبقى هنا بنتكلم الشيك اللي صرف بالخطأ هو عبارة عن الشيك صرف بالخطأ 290. يبقى تعال نشوف مع بعض الشيكات النقدية المتاحة هي
طبعا زي ما انتم شايفين هذه عبارة عن النقدية المتاحة اللي هي 8979.10، يطرح منها الشيكات المحررة وغير مصروفة. بيعطيني هنا رصيد الكشف المعدل. طبعا رصيد الكشف المعدل بيساوي هذا اللي هو المتاح ناقص المخصومات او المطروحات، وهذا بيعطيني زي ما انتم شايفين هو عبارة عن 7499. الآن تعال نبدأ بالرصيد حسب السجلات. رصيد السجلات، رصيد النقدية حسب السجلات هو أعطاني إياها فوق، قال لي هذه عبارة عن 6240. يضاف، تعال نشوف إيش الأشياء تضاف. العمولة خلينا ناخذهم بالترتيب ونخلص منهم. عمولة البنك هذا يطرح، فنيجي هنا على المطروحات ونقول هنا يطرح عمولة البنك. عمولة البنك هو حكالي قيمتها في التمرين عندها 25 دولار. الحاجة الثانية ايش البند الثاني عندي؟ حصل البنك ورقة. لا، يبقى هذه بنحطها في الإضافات. خلينا نقول هنا يضاف ورقة قبض محصلة. طبعا لان هذه تحصيلات، هذه حصلها البنك، يبقى لابد ان تؤثر في السجلات، فبدنا نسجلها، بدنا نضيفها. التفصيل تبعها كالاتي، انه بتساوي الورقة زائد الفائدة المستحقة ناقص عمولة التحصيل. طبعا هدول لو بدنا نعملهم كده، بنيجي بنقول كده ان 1800 زائد 30 ناقص 10، وبهيك بيكون عندي 1820 قيمة صافي تحصيل الورقة. النقدية المتاحة حيكون مجموع التنين مع بعض اللي هو الرصيد قبل التعديل زائد الإضافات. تعال نكمل هنا باقي التمرين تبعنا. الورقة خلصنا منها، متحصلات هذه أثرت في كشف البنك، هذه خلصنا منها. شيك الشركة رقم كذا إلى أحد دائنين، قيمة الشيك 384 صرف من البنك صح، ولكن سجل خطأ في الدفاتر بمبلغ 348. يعني كأنه احنا خصمنا من حسابنا مبلغ 348، لكن لازم كان نخصم 384، فكأنه حسابنا ظاهر بأكثر من قيمته بالفرق، فكان لازم نخفضه. يبقى يطرح هنا فرق تسجيل شيك خطأ. قديش هذا الفرق هذا؟ تعال نجيبه مع بعض. اللي هو بيقول هنا الفرق تبعه هو عبارة عن هذا ناقص هذا. نشوف اللي بعده. اللي بعده هنا بيقول لي الشيكات المحررة غير مصروفة هذا أثرت على الكشف، ملناش دعوة فيها. يقول في 31/12 إجانا في الكشف إنه في عندنا شيك قيمته 490 استلمته، هذا شيك تحصيل طبعا، استلمت الشركة من زبون على الحساب. خذوا بالكم طبعا إيش يعني NSF؟ يعني شيك مرجع، not sufficient fund، يعني في عندي شيك مرجع، شيك تحصيل مرجع. فكأنه احنا لما بعتناه على البنك واودعناه سجلناه كمتحصلات، فلما بيرجع كان بدي ارجع كاخصمه واظهر مديونية الزبون تبعي. يبقى هذا يعتبر تخفيض للسجلات النقدية عندي، انه سبق انه اضفناه، لما بيرجع بنرجع نخصمه. يبقى هنا بنقول هنا شيك مرجع. طبعا الشيك المرجع مبين عندي انا شيك مرجع، بيقول لي هو عبارة عن 490. تعال نشوف ايش ضايل عندنا كمان. بيقول لي في عندك مبيعات نقدية، في عندك تضمنت الشيكات المصروفة الشيك من كذا سجل خطأ، هذا اللي تو اثبتناه هنا في الشيك الخطأ. خلصنا منه. الان بنتكلم احنا بنتكلم الان على مبيعات نقدية 786 أودعت في البنك سجلت في اليومية خطأ بمبلغ 796. كأنه قيمة المبيعات 786 وإحنا سجلناها بأكثر من قيمتها الحقيقية، يبقى بدنا نخصم الفرق. عشان كده بنقول هنا إيداعات سجلت خطأ، أو خلنا نقول فرق إيداعات سجلت خطأ. هذا المبلغ تبعها بيساوي
المبلغ تبعها بيساوي هذا ناقص هذا. الآن مجموع الاستقطاعات كان حيساوي هذولا، والرصيد حسب السجلات المعدل، رصيد السجلات المعدل كان حيساوي طبعا المتاح هذا ناقص المطروحات، وبيعطيني الرقم هذا. طبعا لو طلعنا مع بعض حنلاحظ انه هذا الرصيد هو نفسه هذا الرصيد، وبهيك بنكون خلصنا مذكرة التسوية. لكن ان شاء الله في الفيديو التالي حنتعرف كيف ممكن نعمل اثبات للتسويات اللي حصلت على السجلات. شكرا.